واللي قال السيد الموسوي كلام صحيح، هم يعتقدون أنه التغيير يجي عن طريق التفاهم بين الفتح وسائرون، واللي قال كلام صحيح، لأنه أساس الطبخة مال 2018 وما ترتب عليها هي طبخة الفتح وسائرون، والفتح وسائرون يجب أن يتحملون المسؤولية حتى نكمل. الفرق وين؟ الفرق أنه أبو هاشم يقول لك أنا ما مستعد أكمل وياكم يا جماعة، وما أرد أتفاهم، أنتم شيلوا الدعوة لوحدكم، أنا معكم في المغنم دون المغرم. وعاي اللحظة، لحظتي انت التاريخية، كنت قريب من أني الاثنين اذا تسمح لي، أنتقل. اذا تسمح لي عندي سؤال هنا، كنت قريب من الاثنين وقاتلتم بوقتها وقاومتم بوقتها انت والسيد والشيخ قيس، هل لتفوق نوعا ما العصائب على بدر داخل الفتح متوقع انه يحصلون تقريبا نصف أبداً. متوقع يحصلون نصف مقاعد الفتح العصائب، هذا يعني قضية شخصية بين سيد مقتدى والشيخ قيس الخزعلي، انه انا شلون اقعد ويا الفتح اللي كبير مالها صار احترامنا واعتزازنا للحجي هادي الله يطول عمره ان شاء الله، كبيرها راح يصير قيس مو هادي، القضية الشخصية لعبة دور بالموضوع. شوف انا اختلف، لا لا انا اختلف مع السيد مقتدى الصدر بكثير من مواقفه الاخيره، لكن اكو اشياء بالنسبه لي فاهمها. مقتدى الصدر ما يحط راسه براس قيس الخزعلي بهيك لحظه، الموضوع مو بهالطريقه استاذ احمد. الموضوع هوايه اعقد، وانا اقدر اكد لك وخلي يسمعها مني العراقيين، الفتح بقضها وقضيضها لن تاتي باكثر من 30 مقعد بقضها وقضيضها، فانت لا تروح زايد، ترى الموضوع مو يعني النفخ واحد والواقع شيء، الواقع مختلف شيء غير. الفتح 30 جمهورها سيد مقتدى انسحب، لا اسمح لي اسمح لي 180 مقعد شيعي من ياخذهم؟ لحظه لحظه، فتح طيرت منه 30